السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل ملحق جيم تانية ثانوي الفاينل تيست رقم 13 من صفحة 155 ل 157. انتظرون صفحة 155 التيست رقم 13. رقم 1: This report، هذا التقرير، نقط، some of the problems، بعض المشكلات، faced by old people، اللي يواجهها كبار السن، after retirement، بعد التقاعد، بعد ما طلعوا على المعاش. التقرير ده ايه؟ بيلقي الضوء على المشكلات دي، highlights، يلقي الضوء. دي معناها ينير ولها معاني كتير، وكمان ينكر ديت وديت يحير. 2: The new owners، الملاك الجداد، have changed the نقط of the whole building، غيروا ايه للمبنى كله. عندي في the و of، يبقى الجملة محتاجة هنا اسم، appearance، مظهر، غيروا مظهر المبنى كله. لكن دي صفة معناها ايه؟ واضح او ظاهر. وديت فعل معناه ايه؟ يظهر. 3: That child must be not from his mother، يعني الطفل لابد ان ايه من مامته. while she receives، بينما هي ايه بتتلقى، بيعملوا لها يعني علاج اشعاعي. الطفل لابد انه ايه يعني ينفصل عن مامته في الحالة دي، او يعزلوه عنها، separated. 4: My little brother، اخي الصغير، always refuses to، دايما بيرفض انه ايه نقط، his toys، اللعب بتاعته، with any other child، مع اي طفل اخر، بيرفض يشارك اللعب بتاعته، share. لكن دي معناها ايه؟ يقسم، دي يسكب، ودي يجمع، يوحد. 5: I feel really، انا اشعر ان انا ايه فعلا، نقط، about forgetting my wife's birthday again، ان انا نسيت عيد ميلاد زوجتي، اشعر بالذنب، feel guilty بخصوص الحكاية دي، كل شوية ينسى. دي معناها بريء، ودي فخور، ودي خجول. 6: The old woman، السيدة الايه الكبيرة في السن، not her husband by only a few years، يعني ايه المعنى المقصود؟ ان هي ايه عاشت بعد زوجها يعني سنوات قليلة، يعني بقت على قيد الحياة، survived. 7: I'd like to know، أنا عايز أعرف، who not up all the mess، كل الفوضى ديت، after the party، بعد الحفلة، because it's not going to be me، عشان مش هكون أنا اللي إيه هعمل كده. عايز أعرف يعني مين اللي هينظف كل الفوضى دي بعد الحفلة. طيب أنا هعرف بقى الزمن منين؟ هنا ده يدل على تعرف من هنا، ده مستقبلها، it's not going to be me، خلاص يبقى إحنا هنستبعد ديت ودي. فبيقول هنا عايز أعرف مين اللي هيكون بينظف، هتبقى مستقبل مستمر، تبقى الإجابة سي، will be cleaning. لكن ده ايه؟ مستقبل تام، مفيش حاجة دالة خالص هنا على المستقبل التام. 8: This is a dangerous tour، دي جولة خطيرة، رحلة خطيرة وكده. children not accompanied by an adult، الأطفال لابد اصطحابهم يكون معاهم ايه شخص كبير في السن، يعني التلاتة دولت منفيين، ما ينفعوش. الصح تبقى ايه؟ must be، دي الوحيدة المثبتة. 9: We not wash these tomatoes، يعني احنا ايه نغسل هذه الطماطم. they have already been washed، ده هي مغسولة بالفعل، يبقى احنا ايه مش محتاجين ان احنا نغسلها، يبقى لازم تبقى نافية. في اتنين نافية، دي ودي، الصح هتبقى don't have to، لكن mustn't دي هتدي معنى المانع. لا، هو بيقول ايه مش محتاجين، مش مضطرين ان احنا ايه نغسلها، بس عايزين تغسلوها اغسلوها تاني، مش مشكلة. 10: The not expensive holidays، في ذا، يبقى ديت ايه صيغة تفضيل، صفة، ها، بس صح least. يعني ايه معنى الكلام؟ are often the best، يعني ارخص اجازة تكلفة بتكون ايه في الغالب بتكون احلى اجازة. 11: here is، ها هي الايه، the weather forecast، التنبؤات الجوية، نشرة الجوية. tomorrow not dry and sunny، يعني غدا هيكون ايه جاف ومشمس. المهم tomorrow يبقى مستقبل، تمام كده خلاص. وهنا بيتكلم عن ايه؟ تنبؤ وحقيقة بمستقبل بسيط، will be، سوف يكون. 12: you may be older than me، ربما تكون انت ايه اكبر مني في السن. but that doesn't، وبعدين نقط، you are cleverer، يعني ايه هذا لا يعني اللي انت ايه امهر مني، مش انت اكبر مني في السن، بس ده مش معناه اللي انت ايه امهر مني، يبقى مين، doesn't mean، لا يعني. 13:
had I realized what you intended، لو أنا كنت إيه أدركت أنت ناوي على إيه اللي أنت كنت تنويه، I not my permission، ما كنتش اديتك إذني، ما كنتش أذنت لك يعني. نركز مع بعض، had مقدمينها هنا على إنها من بدائل إيه if، وهنا في إيه تصريف تالت، يبقى دي الحالة التالتة من إيه من if، يبقى يجي هنا would و have والتصريف التالت see. wouldn't have given، ما كنتش أعطيتك إذني، الحالة التالتة من if. 14، we could change the color، يعني إيه يمكن إن إحنا إيه نغير اللون. I suppose، أنا أفترض. فدي الجملة دي تعبر عن إيه؟ نحن نغير اللون وكده، اقتراح suggestion. 15، جلال وبعدين نقط in أسيوط for 10 years، يعني جلال عاش في أسيوط لمدة 10 سنوات. Now he lives in Alexandria، دلوقتي بيعيش في اسكندرية. معنى كده انه ايه ده في دليل على انتهاء الحدث، ان دلوقتي بيعيش في ايه في اسكندرية، معنى كده ان الحدث ده ايه انتهى خلاص، تبقى ماضي بسيط lived. ما نغلطش بقى عشان ايه فور ونقول دي مضارع تام، لا ده هنا في دليل على انتهاء الحدث، انه دلوقتي بيعيش فين في اسكندرية، تبقى ماضي بسيط. صفحة 156، وده سؤال القطع. هنقول الأول كده بعض معاني الكلمات، دي معناها مواطن، ودي معناها يعني لديه إخلاص، لديه ولاء، دي معناها إيه أعضاء أفراد، ودي مجتمع، ودي خيارات، دي معناها طبيعي يعني مواطن مولود إيه بالفطرة بلده يعني ديت، ودي معناها يكمل، وديت شروط أو متطلبات، ودي معناها مواطنين مجنسين واخدين الجنسية يعني، دي حقوق، ودي واجبات، مسؤوليات، قانون يضمن، دي معناها الدستور، ودي معناها ايه ديني، حرية، حرية دينية، ودي متهم جريمة، متهم في جريمة يعني، ودي محاكمة عادلة. بقول هنا ايه in exchange for، في المقابل، دي معناها واجبات، وديت مسؤوليات، الجيش يطيع يخدم، القوات المسلحة دي معناها ضرائب خدمات، يعبر عن رأيه يعني، وديت حكومة، ودي معناها يصوت في ايه انتخابات. طيب نقول بقى فكرة ايه القطعة بتاعتنا في الباراجراف الاولان، يعني بيقولك ان انت مواطن في البلد اللي انت اتولدت فيها، بس في كثير من الدول فيها بيبقى فيها اجانب، تعطي الجنسية للاجانب المقيمين دولت لما يكملوا ايه شروط معينة للحصول على الجنسية ديت، وفي بلدك لك ايه حقوق وواجبات، والدستور يضمن الايه يضمن حقوق الايه المواطنين بالتساوي. تمام. طيب والحقوق دي بقى ايه؟ هي حرية الحديث، وكمان والحرية الدينية، والمحاكمة العادلة في حالة الايه الجرائم، اتهام في الجرائم. الباراجراف اللي بعديه in exchange for their rights، يعني في مقابل الحقوق ديت عليهم ايه واجبات. ايه الواجبات ديت؟ هي الخدمة العسكرية وطاعة القوانين، ماشي، والخدمة العسكرية في حالة الحروب، ودفع الايه الضرائب لمساندة الايه الخدمات. نحل اسئلة القطعة، هنقول بقى معناها على طول. رقم 16، ايه اللي بيحمي حقوق الايه المواطن في اي بلد؟ الدستور، هتبقى الاجابة سي. 2، افضل عنوان للقطعة ديت دي حقوق ومسؤوليات المواطن. 18، انك ايه تعمل المطلوب منك، معناها انك ايه obeying الطاعة. 19، الناس اللي ايه بتنتخب تعبر ايه عن رأيها، بيكون الناس دولت ايه، تبقى الاجابة بي، ناس ايه بقى محترمين ونبلاء. 20، المواطنين الحاصلين على الايه على الجنسية اللي هم المجنسين، مالهم، هتبقى الاجابة دي، يطلب منهم مجموعة من الشروط والمتطلبات.
21 عندما ندفع الضرائب فاحنا بنقوم بإيه؟ بواجباتنا duties. 22 إيه الشيء اللي إيه لم يذكر في القطعة دي عن حقوق المواطنين؟ سي إنهم يمارسوا إيه رياضة. كلمة الضرائب ديت معناها إيه؟ سي المال المقدم للحكومة، مال إيه يدفع للحكومة. صفحة 157 ده سؤال الترجمة، ترجم اللغة العربية، الترجمة الصحيحة إيه؟ بي الخطأ فيها في كلمة التحدي، المفروض تبقى التغير، التغير المناخي. سي الخطأ في كلمة الذي أنتجه، المفروض إيه؟ الذي شهده. دي الخطأ في كلمة والتعديل المناخي، المفروض إيه بقى؟ التغير المناخي. الترجمة اللي بعدها الترجمة الصحيحة بي، إيه الخطأ فيها في كلمة would، المفروض تبقى will. سي نفس الخطأ، would have التصريف التالت، المفروض تبقى إيه؟ will والمصدر. دي نفس الخطأ، هو كل الخطأ في الجرامر، becomes دي المفروض تبقى إيه؟ تبقى will become. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.